الاقتصاد العراقي ينتظره مستقبل واعد، والتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط تزيد من فرص إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار داخل العراق، إلا أن هذا الاقتصاد يواجه تحديات متعددة تحول دون نموه بالسرعة المطلوبة. حقيقة قسم كثير من التحديات متعلقة بالصورة السلبية الموجودة في ذهنية رجال الأعمال الأمريكان، واللي هي مترسبة من الوضع السابق اللي هي بال 2005 6 7 لما كان الوضع العراقي وضع ملتهب من الناحية الأمنية. قسم آخر من عدها يتعلق ببعض الأطر القانونية. نعمل مع زملائنا في السفارة العراقية على معالجة مشكلة منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الأمريكيين إلى العراق، فموضوع السفر إلى هذا البلد والتنقل فيه يعد أمرا أساسيا لعمل الشركات هناك. ليس هناك مشكلة مع الذين يمتلكون جوازات وظيفة، نعطيهم الفيزا ربما في نفس اليوم وفي اليوم الآخر، لكن في المتعاقدين، وعندما ترسل يتم إرسال لنا مئات الجوازات في يوم واحد لمتعاقدين لكي نحفظ أمننا كما الولايات المتحدة الأمريكية تحفظ أمنها، طلبنا منهم أن يكون هنالك رسالة معززة من وزارة الخارجية بأن هؤلاء المتعاقدين يعملون مع هذه الشركة. مسألة تردد الشركات الأمريكية في العمل داخل العراق كانت حاضرة هي الأخرى في كلمات ومناقشات الندوة التي نظمتها الملحقية التجارية في السفارة العراقية بمناسبة يوم الاقتصاد العراقي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن. هناك أسباب عدة لهذه القضية، منها وجود أسواق في دول أخرى تعطيهم فرص وامتيازات أفضل، وأيضا سهولة عمل الشركات الأمريكية في هذه الدول قياسا بالعراق، إضافة إلى التشريعات القانونية التي تحتاج إلى تعديلات لتهيئة ظروف استثمارية أفضل للشركات والتوتر السياسي، كما يحتاج العراق إلى إنشاء بنى تحتية قوية لتسهيل عمل هذه الشركات. هذه القضايا مجتمعة تحول دون توجه كبير نحو العمل في العراق. المتحدثون دعوا أصحاب الشركات إلى الاستفادة من التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط في إشارة إلى الربيع العربي من خلال الاهتمام بالشباب والاستعانة بقدراتهم من أجل نجاح عملهم في العراق أو أي دولة أخرى في المنطقة. علينا جميعا الاستماع إلى الشباب، فالربيع العربي أظهر مدى الغضب وعدم الرضا من الوضع الاقتصادي لبلدانهم وغياب فرص العمل وعدم الاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في خدمة بلدانهم والإسهام في بنائها وتحقيق التنمية فيها. ويتوقع أن يحتل العراق الترتيب الرابع عربيا من حيث التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. الاستماع إلى الشباب وإلى ما يحتاجونه أمر ضروري لنجاح عمل أي شركة أجنبية داخل العراق، لأنهم المستقبل. علي شكور، الحرة، واشنطن.